في الإدارة الحديثة، في إدارة الأعمال، أكيد لازم نتكلم على الإدارة الاستراتيجية. في ظل الظروف المتغيرات البيئية اللي احنا بنعيشها دلوقتي، في كتير من المنظمات تعرضت لحالة من عدم التأكد، وابتدى يبقى في اعتماد على خبرة المخططين في تحليل الأحداث الماضية واستنباط الحاجات اللي جاية، ومن هنا ظهر التوجه الاستراتيجي. التوجه الاستراتيجي هو البوصلة اللي هتحاول بيها المنظمات إن هي تتطلع إلى المستقبل. طبعا كان في تخطيط استراتيجي، ولكن التخطيط الاستراتيجي لوحده ما عادش كافي إن هو يحقق الأهداف ويخلي المنظمات تقدر تعيش في جو المنافسة وجو المتغيرات المحلية والخارجية، والأمر أصبح يتطلب تطوير إمكانيات التوجه والتفكير الاستراتيجي وتطوير المهارات الخاصة، وإن إحنا يبقى عندنا خرائط وسيناريوهات للمستقبل عشان تقدر الإدارة تعمل تحليل وتاخد قرارات استراتيجية تخص المستقبل وتعتمد على دراسة كافة المتغيرات البيئة الخارجية. فالأمر أصبح ما يوقفش عند التخطيط الاستراتيجي والصياغة الاستراتيجية، بل الأمر أصبح يتخطى التطبيق الاستراتيجي. يبقى إحنا مش بس الإدارة الاستراتيجية بتعتمد على التخطيط، الأهم من التخطيط تنفيذ الاستراتيجية، والأهم من التنفيذ كمان المتابعة والتقييم، وعشان التطوير وإعادة التقييم والتطوير. لو جينا نعرف مفهوم الإدارة الاستراتيجية، هنقول عملية اتخاذ القرارات اللي بتتعلق بتحديد اتجاه المستقبل بالنسبة للمنظمة، تحديد رؤية المنظمة، تحديد رسالة المنظمة من خلال دراسة البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، وتنفيذ الاستراتيجيات في ضوء وفي إطار الرقابة والتقييم المستمر، بهدف الوصول إلى معدلات تطور ونمو كبيرة من خلال توظيف الموارد المتاحة بأكبر كفاءة وفعالية. بص، تلاقي التعريف بيركز على في رؤية للمنظمة، في رسالة للمنظمة، في دراسة كل متغيرات البيئة الخارجية والداخلية، في صياغة للاستراتيجية، في تنفيذ للاستراتيجية اللي احنا صغناها، في رقابة وفي تقييم مستمر عشان نقدر نحدد معدلات نمو كبيرة، ونقدر نستفيد من كل الموارد المتاحة لدينا بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية. كده يبقى احنا بننفذ او بنبلور مفهوم الإدارة الاستراتيجية. خلينا نسأل نفسنا، ليه المنظمات بتلجأ لتطبيق الإدارة الاستراتيجية؟ المنظمات بتلجأ لتطبيق الاستراتيجية حينما تواجه بصعوبة تحقيق أهدافها، حينما تزيد القيود الداخلية والمعوقات الخارجية، حينما تتراجع الموارد والإمكانيات المتاحة، حينما تتصاعد المنافسة، حينما تتضاءل فرصها التسويقية، بتبقى المنظمة مجبرة على إن هي تنفذ مفهوم الإدارة الاستراتيجية. طبعا إحنا عشان المنظمة الموجهة الاستراتيجية بتعمل من خلال مجموعة من المبادئ. أولا بترجم الاستراتيجية بتاعتها إلى برامج وخطط، إنه موائمة المنظمة، لازم المنظمة تبقى موائمة مع توجهاتها الاستراتيجية، لازم جعل الاستراتيجية دي في المنظومة كلها، كل فرد في المنظومة وفي المنظمة مسؤول عن تطبيق الاستراتيجية، جعل الاستراتيجية ثقافة مستمرة يعني طول حياة المنظمة، يبقى هو ده المفهوم الأساسي بتاعها. طبعا التغيير ده بيتطلب تغيير المفهوم، تغيير المنظومة، تغيير الثقافة، بيتطلب قيادة إدارية واعية، قيادة إدارية فعالة، قيادة إدارية قادرة على تطبيق المفهوم والتوجه الاستراتيجي. خلينا دلوقتي نبص على مكونات الإدارة الاستراتيجية. أول خطوة من الخطوات إن إحنا
لازم على المنظمة دراسة متغيرات البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، عشان وفي نفس الوقت تعمل تقييم لرسالتها وتقييم لأهدافها وتقييم لاستراتيجيتها الحالية من خلال دراسة كل متغيرات البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. في البيئة الخارجية الخطوة الثانية ندرس إيه؟ ندرس كل الفرص المتاحة وكل الفرص وكل التهديدات اللي تعوقنا في تحقيق الأهداف. في نفس الوقت بنحلل البيئة الداخلية عشان نشوف كل نقاط القوة الموجودة عندنا ونستغلها في مواجهة القيود الموجودة في البيئة الخارجية، ونشوف نقاط الضعف الموجودة عندنا ونحاول نستفيد من الفرص المتاحة في البيئة الخارجية. وبعدين من خلال هذه الدراسة بنبتدي نحط رؤية ورسالة المنظمة. بعد ما أو بنضع تصور لرؤية ورسالة وأهداف المنظمة الجديدة بقى، وبعدين بنبتدي نبص نعمل صياغة للاستراتيجية الجديدة في الخطوة الثالثة. بعد الصياغة نبتدي نطبق بقى، نطبق استراتيجية، نبتدي نراقبها، نبتدي نقيمها أول بأول عشان إذا كان في أي انحرافات نعالج الانحرافات دي أول بأول عشان ما تؤثرش على وصولنا للهدف بتاعنا. خلال التصور ده ممكن نحط بعض مفاهيم الإدارة الاستراتيجية. ممكن نقول هي طريق اللي بتسلكه المنظمات من أجل تحقيق أهدافها من خلال استخدام الموارد المتاحة ليها بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية، أو عملية اتخاذ قرار يتعلق بالمستقبل وتنفيذ الاستراتيجية بما يحقق أهداف ورسالة المنظمة ورؤيتها. بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي ده إطار فكري شامل بتشارك كل المستويات الإدارية فيه من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية وتقييم القدرات الذاتية للمنظمة وصياغة رسالة وأهداف المنظمة، ثم اختيار الاستراتيجيات العامة والفرعية للوظائف، وضع البرامج والسياسات والموازنات القادرة على تحقيق الأهداف والرسالة والرؤية الخاصة بالمنظمة. في بعض المراحل كده لعملية الإدارة الاستراتيجية نحط لها تصور مع بعض، يعني الإدارة الاستراتيجية تخطيط استراتيجي وتنفيذ وتقييم. التخطيط الاستراتيجي اللي هو التحليل البيئي، ويقصد بيه دراسة البيئة الخارجية، تحديد الفرص والتهديدات والمخاطر، ودراسة البيئة الداخلية بغرض تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف. لو جينا لدراسة البيئة الخارجية، نقعد ندرس البيئة الخارجية عشان نحدد الفرص والتهديدات والمخاطر. طبعا الفرص أي موقف أو تغيير محتمل بيحسن مركز المنظمة التنافسي، يعني حاجة إيجابية بالنسبة للمنظمة لابد إن المنظمة تنتبه وتحاول تستفيد منها. التهديدات والمخاطر دي طبعا موقف واتجاه في البيئة الخارجية بيمثل خطر محتمل، يعني احنا قلنا ان الفرص حاجة ايجابية لكن التهديدات والمخاطر دي حاجة سلبية بتهدد التغيير محتمل بيهددنا او بيأثر على الطلب على منتجاتنا وبيقلل وبيضعف من مركزنا التنافسي وبيحد من قدرة المنظمة على تحقيق اهدافها ورسالتها. فيجب المنظمة دي تحاول ان هي تنجح في ان هي تتجنبها او تنجح ان هي تحيدها، تدور على الوسائل اللي بتساعدها على تجنب هذه الايه هذه المخاطر وتحييدها. فده طبعا دور المنظم. لو جينا للبيئة الداخلية، طبعا البيئة الداخلية يعني بحدد نقاط القوة ونقاط الضعف. بالنسبة لنقاط القوة يعني القدرات الذاتية للمنظمة، يعني مواردنا، يعني إمكانياتنا المادية، إمكانياتنا البشرية، نظم العمل الموجودة عندنا، التكنولوجيا الموجودة عندنا. طبعا كل منظمة بتسعى إن هي تستخدم نقاط القوة في إضعاف التهديدات اللي هي في بتستخدم نقاط القوة في إضعاف التهديدات المحتملة بحيث إنها تقدر تحقق أهدافها وتحقق رسالتها. مواطن الضعف عكس القوة، مواطن الضعف القيود أو القصور، الضعف الذاتي في موارد المنظمة، الضعف الذاتي في إمكانيات المنظمة المادية والبشرية أو في نظم وأساليب العمل المطبقة. ودي طبعا نقاط الضعف أحيانا
بتعوقنا على ان احنا نقتنص الفرص المتاحة في السوق او نتجنب التهديدات المحتمل، وبالتالي تعوق المنظمة في ان هي تحقق الاهداف ايه بتاعتها. يبقى الخطوة الاولى احنا عملنا دراسة، والدراسة دي استنتجنا، عملنا تحليل للبيئة الداخلية والبيئة الخارجية. البيئة الخارجية عرفنا الفرص اللي احنا بتواجهنا وازاي نستفيد منها، وعرفنا التهديدات اللي بتواجهنا وعشان نحاول ان احنا نتجنبها او نتغلب عليها. درسنا البيئة الداخلية وعرفنا فيها نقاط القوة الموجودة في امكانياتنا ومواردنا الذاتية وازاي نعظم الاستفادة منها، وعرفنا كمان ونقاط القوة نستخدمها في مواجهة التحديات اللي ممكن تقابلنا، وعرفنا كمان ايه نقاط الضعف، وشفنا نقاط الضعف دي ازاي هتأثر علينا ونقص في الموارد بتاعتنا، وازاي ان احنا نحاول ان احنا نستخدم القوة في ونستخدم الفرص المتاحة في البيئة الخارجية في التغلب على نقاط الضعف. تاني حاجة هنبتدي نعمل عملية تحديد لرؤية ورسالة وأهداف المنظمة. رؤية تصور، تأمل احنا ايه المنظمة تكون عليه في المستقبل. الرؤية هي القوة المحركة اللي بتدفع جميع من في المنظمة نحو تحقيقها. ان احنا بيبقى لينا رؤية لصورتنا في المستقبل، ودي الحاجة اللي بتخلينا كلنا نتحرك نحو تحقيق ايه الاهداف، الهدف ده. الرؤية هي ما نطمح من هو يتحقق في من خلال أنشطة المنظمة في المستقبل. توحد الرؤية، الرؤية بتوحد تقاطع إمكانيات ومواهب وقدرات جميع أفراد المنظمة نحو تحقيق أهداف المنظمة. يبقى هي المحرك، الرؤية ما يجب أن نكون عليه في المستقبل. ده بيعمل دفع، عملية دفع لينا، عملية شحذ لكل التقاطع والإمكانيات والمواهب بتاعتنا، وبنحاول ان احنا نحقق هذا الايه الهدف. للشركة انها تكون رائدة وتبقى من كبرى الشركات في ده رؤية للمنظم. فاحنا هنا يعني مثال عن صياغة لرؤية لأحد المنظمات برضو ممكن نستفيد منها. خلينا نشوف يعني ايه رسالة. رسالة التوجه الرئيسي بيفسر سبب وجود المنظمة. احنا مين؟ اهدافنا ايه؟ خدماتنا ايه؟ نختلف عن الاخرين في ايه؟ الرسالة طبعا ليها خصائص لازم تبقى معروفة. اولا يجب تبقى مكتوبة ومعلنة وواضحة وسهلة الفهم، يعني يجب تكون مختصرة ومحددة. يجب ان تعكس فلسفة وقيم المنظمة. يجب ان توضح تميز المنظمة عن غيرها من المنظمات. يجب أن تركز على كسب ولاء العملاء وتحقيق رضاهم، سواء كان العميل ده عميل داخلي أو عميل خارجي. يعني يجب دي حاجات يجب إن هي نلتزم بيها وإحنا بنصيغ الرسالة، وكل الناس تبقى عارفاها، تبقى مكتوب، تبقى معلنة، تبقى مختصر، تبقى فيها فلسفة المنظمة، تبقى فيها إحنا بنتميز عن المنظمات الأخرى بإيه. احنا في يجد كل من العميل الداخلي والخارجي يجد نفسه داخل الايه داخل الرساله عشان تبقى هي جايد ليه وهو بيحقق الاهداف بتاعته. في جوده ان احنا بنحاول نرضي العميل، ان احنا بنحاول نستفيد من الموارد البشريه، ان احنا عندنا خبراء في كل المجالات، وان احنا بنواكب عصر العولمه، وان احنا بتفتح المجال لكل الافراد العاملين الموجودين عشان يصلوا لاعلى المناصب القياديه طبعا لمؤهلاتهم والسياسه الاداريه بتاعتهم، عشان الناس دي تبقى متشجعه ان هي تعمل بكامل طاقتها وتحاول تحقق كل المطلوب منها. ففيها الجودة، وفيها إرضاء العميل الخارجي، وفيها إرضاء العميل الداخلي، وفيها المهارات التميز في التخصص بتاعها، وفيها مواكبة لعصر العولمة، وفيها دي فيها خصائص الرسالة اللي يجب كما يجب أن تكون. دي برضو مثال ممكن نشوف فيه كيفية صياغة الرسالة. الوصول إليها
ويجب ان تبقى متحدده في فتره زمنيه متحدده. طبعا هدف استراتيجي، ده الهدف هو الاساس في اتخاذ كل قرارات، كل قرارات بنتخذها في سبيل تحقيق هذا الايه، هذا الهدف. والاهداف وسيله بتزيد من فعاليه المنظمه، وسيله لتقييم الاداء، لانه كل فتره احنا بنعمل عمليه التقييم وبعدين بنشوف هل احنا في اتجاه تحقيق الاهداف بتاعتنا ولا لا. واذا لقينا انه في اي انحراف عن تحقيق الاهداف، المفروض انه بيحصل عمليه تعجيل. المنظمه بتحاول تعمل عمليه تعجيل لهذه الانحرافات بما يتوافق مع تحقيق الاهداف بتاعتنا. يبقى هي كده زي المناره، هي الموجه، هي المرشد، هي النتائج اللي احنا عايزين نحققها. فدي لازم تبقى نصب عين الناس اللي بيشتغلوا طول الوقت الوصول لتحقيق الاهداف بتاعتهم. لو جينا نبص لانواع الاهداف، طبعا الغايات هي الاهداف العامه اللي احنا عايزين نوصل لها، ودي الاهداف دي المفروض ان هي بتعبر عن امال المساهمين وعن امال العملاء وعن امال العاملين وعن وجودنا في او ترتيبنا او تصنيفنا في المنظمه. الاهداف الاستراتيجيه بتحطها الاداره العليا، هي المسؤوله عنها، ويجب الاهداف دي واحنا بنحطها المفروض نراعي المركز التنافسي للمنظمه. يعني لازم الاهداف بتاعتنا تكون تحقق لنا مركز تنافسي قوي بين المنظمات الاخرى. يعني احنا بنبحث عن البقاء ونبحث عن التطوير ونبحث عن النمو ونبحث، فالمفروض ان هي اهدافنا استراتيجيه، المفروض ان هي تصاغ في ضوء تحقيق مركز تنافسي متقدم لينا عن المنظمات الاخرى. المفروض انه الاهداف بتاعتنا تكون بتحقق لنا الابتكار والتجديد، لانه هو ده اللي هيساعدنا على مركز تنافسي قوي، انه اهدافنا يبقى فيها ابتكار وتجديد. الاهداف بتاعتنا لازم تراعي الانتاجيه، ومستوى الانتاجيه بتاعتنا اللي بتحقق لينا افضل استغلال للموارد وبيحقق لينا الربحيه، وبيبقى في ضوء الموارد المتاحه بتاعتنا واستخدام كفء وفعال لكل الموارد، سواء كانت موارد ماديه، سواء كانت موارد تكنولوجيه، سواء كانت موارد بشريه، ومؤشرات الاداء للمديرين والعاملين لازم تبقى مؤشرات اداء عاليه. الهدف اللي احنا بنحطه لازم يبقى ليه خصائص. اولا تبقى الاهداف محدده وقابله للقياس وقابله للتحقق، يعني ما يكونش في استحاله من تحقيقها، وبالتالي يبقى انا ما بعملش حاجه وبصيب الناس بصيب الناس باليأس، وفي نفس الوقت ما تبقاش اقل من قدراتنا ويبقى في اهدار للموارد بتاعتنا. الهدف يجب يبقى موضوعي وواقعي، يعني يتوافق مع احتياجات المنافسين بتوعنا، وواقعي يمكن تحقيقه. لازم الاهداف تبقى مرتبطه بزمن عشان يبقى في رقابه ويبقى في تقييم ويبقى في قياس. يعني الهدف كده لازم يبقى معير بزمن محدد احط فيه، يبقى دي خصائص الهدف الجيد. الهدف الجيد لازم يبقى في موضوع متخصص، لازم يقابل قياس، لازم يقابل التحقق، لازم يبقى موضوعي، لازم يبقى مرتبط بالزمن محدد. يبقى دي الحاجات يجب نراعيها عند وضع الهدف بتاعك. خلينا نشوف انواع الاهداف. اول حاجه الاهداف الوزاريه والتشغيليه، دي بتحطها الاداره الوسطى، دي على مستوى الاهداف الانتاجيه والتسويقيه والتمويليه وغيرها. دي بتوضح علاقات التاثر والتاثير مع البيئه الداخليه والخارجيه. دي بتراعي كميه ونوعيه الموارد المتاحه. دي بتدور على تحقيق الموازنه بين المنظمه والبيئه. دي بيتضح فيها ثقافه وقيم الاداره العليا. دي بتوضح اسلوب والاداره واسلوب اتخاذ القرارات. دي بتوضح علاقات السلطه والمسؤوليه داخل الايه المنظمه. يبقى دي بنسميها اهداف وظيفيه. لما اقول اهداف انتاجيه، تسويقيه، تمويليه، دي اهداف انتاجيه بتتعلق بالعمليه الانتاجيه، اهداف تسويقيه بتتعلق بوظيفه التسويق، اهداف تمويليه اللي هي انشطه الايه الاداره، اهداف تمويليه بتتعلق بالنواحي الماليه في المشروع.
إذا دي بنسميها أدوات من اسمها كده وظيفة. هنيجي الخطوة الثالثة، صياغة الاستراتيجية على مستوى المنظمة. بعد الانتهاء من تحليل البيئة الداخلية والخارجية، تحديد الرؤية والرسالة والأهداف، وإحنا اتكلمنا على البيئة الداخلية وكلمنا على البيئة اللي فيها نقاط قوة وضعف، والبيئة الخارجية اللي فيها فرص وتهديدات، واتكلمنا عن الرؤية اللي هو ما يجب أن تكون عليه المنظمة في المستقبل، اتكلمنا على الرسالة والخصائص اللي يجب أن تتوفر في الرسالة، واتكلمنا على الأهداف وإزاي تحطها المنظمة. بنعمل سوات أناليسيس. سوات أناليسيس ده تحليل البيئة الخارجية اللي فيها الفرص والتهديدات، اللي هي الأو وتشي opportunity وثريتس، والنقاط القوة ونقاط الضعف في البيئة الداخلية. وبنشوف عشان نقدر نحدد أين تقف المنظمة. هل المنظمة في موقف من المواقف الأربعة؟ لو المنظمة فيها فرص وفيها نقاط قوة، يبقى المنظمة في أفضل حالاتها. لو المنظمة فيها تهديدات في الخارج وفيها نقاط ضعف في الداخل، يبقى في أسوأ حالاتها. ودول اللي هو في مرحلة انهيار، ودول مش الأوضاع الطبيعية. لا الأوضاع الطبيعية إنها في ازدهار على طول وكلها فرص ونقاط قوة، ولا الوضع الطبيعي إنها بتبقى فيه تهديدات على طول ونقاط ضعف على طول ومرحلة انهيار. لكن الطبيعي إنه بيبقى فيه نقاط، واحدة إيجابي وواحدة سلبي، ده النورمال كيس. يعني ممكن تبقى في نقاط قوة داخل المنظمة تستخدمها الإدارة في علاج التهديدات اللي هي بتقابلها، أو يبقى في فرص في البيئة الخارجية تستخدمها المنظمة في علاج نقاط الضعف اللي بتقابلها. ويبقى هنا دي الخطوة الأولى. التخطيط الاستراتيجي، وبتبين الإيجابيات والسلبيات من داخل ومن خارج المنظمة، وإيه اللي بتأثر عليه. وقلنا في نقاط قوة من داخل المشروع أو الشركة، في نقاط ضعف داخل المشروع أو الشركة، في فرص بتأتي من الخارج بتؤدي لنتائج إيجابية إذا استغلتها المنظمة بشكل جيد، وفي تهديدات دي برضو في البيئة الخارجية اللي ممكن تسبب اضطرابات وممكن تسبب العرقلة بالنسبة للمنظمة. فده التحليل، البيئة الداخلية والبيئة الخارجية يجب على المنظمة إن هي تعمله عشان تعرف أين تقف المنظمة في أي حالة من الحالات اللي احنا قلناها. هل في فرص في الخارج ونقاط قوة في الداخل إذا أنا في مرحلة ازدهار؟ هل في تهديدات في الخارج وفي نقاط ضعف في الداخل يبقى أنا في مرحلة انهيار؟ هل عندي نقاط إيجابية بستخدمها في علاج النقاط السلبية؟ هل عندي نقاط قوة في الداخل بستخدمها في علاج التهديدات الخارجية؟ هل عندي فرص في الخارج بستخدمها في علاج نقاط الضعف في الداخل؟ هنا المنظمة بتقدر تحدد أين تقف. خلينا كده نشوف التحليل الداخلي. خلينا نشوف تحليل البيئة الداخلية ونشوف أمثلة لعناصر الضعف وعناصر القوة. عدم وضوح التوجه الاستراتيجي ده طبعا نقاط ضعف. موقف تنافسي متدهور دي نقاط ضعف. تسهيلات مهملة للعملاء دي نقاط ضعف. نقص الموهبة والخبرة الإدارية دي نقطة ضعف خطيرة، إن الناس ما عندهاش الموهبة ولا الخبرة إن هي تعمل توجه استراتيجي وتصيغ استراتيجية وتنفذها وتراقب تنفيذها. معدل إنجاز ضعيف في تنفيذ الخطة، في جاب بين التوقيت الزمني لوضع الخطة وتنفيذها، دي نقاط ضعف. المعاناة من المشاكل العملية الداخلية دي نقاط ضعف. عدم القدرة على تحويل المتغيرات الضرورية في الاستراتيجية، ده مواردنا مش كافية، مهاراتنا مش كافية، دي بتبقى حاجات بتعجز الإدارة عن ممارسة دورها الفعال. لو جينا لنقاط القوة، ممكن الكفاءة، منظمة فيها كفاءة متميزة دي نقطة قوة. المصادر المالية المتاحة دي نقطة قوة تساعد المنظمة
على تطبيق الاستراتيجية بتاعتها. مهارات تنافسية موجودة عند القياديين والإداريين يبقى كويس، لو في قيادة جيدة للسوق تبقى كويس، لو في معرفة جيدة بالمشترين يبقى ده بيساعد المنظمة على إن هي تحقق معدلات مرتفعة من المبيعات والتسويق، نوعية وجودة المنتجات دي إذا كنا بنتحلى بيها يبقى دي نقطة قوة. إمكانية تغيير المنتجات للأحسن وإجراء تحسينات فيها ده هيزيد الإقبال عليها ودي تبقى نقطة قوة. طب نرجع أمثلة كده عن التهديدات وعن الفرص. احتمال دخول منافسين جدد للسوق ده بيشكل بالنسبة لنا احنا بيشكل منافسة، وبالتالي ده بيشكل تهديد. زيادة مبيعات المنتجات البديلة بتشكل تهديد. السوق نفسه في نمو بطيء في السوق بصفة عامة بيشكل تهديد لينا، عشان هيبقى في تسارع من المنظمات المنافسة على السوق بتاعنا. السياسات السعرية غير سليمة ده يشكل تهديد. زيادة الضغوط التنافسية من الداخل والخارج ده يشكل تهديد. تغير أسواق وحاجات المستهلكين ده بالنسبة لنا كمنظمة بيشكل تهديد. فيجب الانتباه إن كل دي تهديدات لازم المنظمة تحمي نفسها منها. طب نشوف فرص بقى، لو فتحت أسواق جديدة دي فرصة، لو في إضافات جديدة لخط المنتج دي تبقى فرصة، لو في تنوع في المنتجات ذات العلاقة يبقى دي فرصة، لو في نمو أسرع في السوق يبقى دي فرصة، لو في عمل مع شركاء استراتيجيين في ميدان الصناعة يبقى دي فرصة. فإحنا الدراسة بتقول لنا أو تحليل البيئة الخارجية يقول لنا إيه هي التهديدات اللي هتواجهنا، وإيه هي الفرص اللي وبالتالي نحاول نتغلب عليها، وإيه هي الفرص اللي إحنا نحاول نستفيد منها. فيجب أن تعي إدارة المنظمة بالدراسة والتحليل لكل متغيرات البيئة الخارجية، تشوف ايه التهديدات اللي بتحاول ان هي تواجهها وتحاول ان هي تتجنبها، وهي الفرص المتاحة وتحاول ان هي تستفيد منها على أقصى قدر. اختيار استراتيجية منظمة، عندنا نموذج بورتر للاستراتيجيات وبياخد 3 استراتيجيات، استراتيجيات قيادة التكاليف، ودي بتحاول إنتاج المنتج بتاعنا بإنتاج المنتج بتاعنا أفضل استثمار عن طريق أفضل استثمار ممكن وأقل تكلفة بإنتاج السلعة أو الخدمة. استراتيجية التمييز دي استراتيجية البحث عن ميزة تنفرد بيها المنظمة عن باقي المنظمات، تميزها أقل سعر أفضل جودة أفضل خدمة، يعني احنا بندور على حاجة تميز المنتجات وتخلي العميل هو اللي بيبحث عننا وبتدينا ثقة قدام المنافسين. فاحنا بنتميز عن حاجة، قد تكون الحاجة دي جودة، قد تكون الحاجة دي خدمة، قد تكون الحاجة دي سعر، قد تكون الحاجة دي خدمات ما بعد البيع، قد تكون الحاجة احنا يبقى ده اسمه تمييز. استراتيجية التركيز، المنظمة تركز على نشاط واحد محدد أو تركز على منتج واحد أو تركز على نوعية معينة من العملاء، يعني تركز على فئة معينة، ممكن يبقى النساء، ممكن يبقى الأطفال، ممكن يبقى، أو بركز على منتج واحد أو بركز على نشاط واحد بيظهرني عن المنظمات الأخرى ويميزني عن المنظمات الأخرى. يبقى ده نموذج بورتر للاستراتيجيات العامة. إلى استراتيجيات الهجومية، والاستراتيجية الهجومية دي بتهدف للحصول على أكبر نصيب سوقي، منظمة تحصل على أكبر نصيب في السوق وتتميز بالنسبة لباقي المنافسين. استراتيجية دفاعية دي بتوجه الموارد لنطاق ضيق ومحدود من السوق ولا تهدف للتوسع، يعني دي تتبعها المنظمة. استراتيجية الاستقرار، المنظمة ما تقومش بأي تغييرات كبيرة على منتجاتها أو على طرق الإنتاج بتاعتها. استراتيجية النمو دي هتلجأ المنظمة إلى مجموعة من الاستراتيجيات الخاصة بتطوير المنتج والأسواق وتحسين الجودة والوصول إلى درجة من التمييز وفتح أسواق جديدة. يبقى إحنا عندنا استراتيجيات العامة، استراتيجية هجومية
استراتيجية هجومية يعني اخد اكبر قدر من السوق واتميز عن المنافسين. استراتيجية دفاعية يعني انا مش في مرحلة مواردي ما تسمحليش بالاستراتيجية الهجومية، لكن تسمحلي ان انا اركز على نطاق ضيق من السوق لان انا في مرحلة لا اهدف الى التوسع. استراتيجية استقرار معناها انه المنظمة ما بتقومش تغييرات كبيرة على منتجاتها او طرق انتاجها ولكن تحافظ على تواجدها. استراتيجية النمو اللي هي لجوء المنظمة لتطوير المنتج والأسواق وتحسين الجودة ولفتح أسواق جديدة للوصول إلى درجة من التميز. دول الأربع استراتيجيات الأساسية. المشروع بتاع بوستون جي أداة لتخطيط الاستراتيجي بتساعد المنظمة إن هي تحدد إزاي هل تظل في الاستثمار أو تتخرج منه أو تستثمر بشكل أفضل. دي مكان للاستشارات في عام 70، ومصفوفة النمو في بوستن بتقوم على بعدين رئيسيين: معدل نمو السوق، وده نسبة الزيادة في حجم السوق، مثلا سوق الهواتف المحمولة في عام 218-219 10%، الحصة السوقية دي نسبة علامة تجارية معينة في السوق، مثلا سوق الهواتف 218 لو كان 100 مليون دولار، مبيعات الايفون في سنة 2018 60 مليون دولار، يبقى حصة ابل في الهواتف المحمولة بيبلغ 60% من الحصة السوقية. ده بيساعد المنظمة على ان هي تحسب نصيبها في السوق شكله ايه، وبناء عليه تبتدي تاخد الرؤية الاستراتيجية بتاعتها. أولا لازم يبقى في تحليل ودراسة للهيكل التنظيمي. الهيكل التنظيمي ده المجال الحركي اللي بتستطيع المنظمة من خلاله إنها تحقق أي تغيرات ليه. فلازم نعرف الهيكل التنظيمي يساعد على إنه يطبق الاستراتيجية ولا الهيكل التنظيمي الهيراركية، التوزيع السلطة والمسؤولية، المركزية واللامركزية. جي ده يبقى إحنا لازم نعرف الهيكل ده بالتوزيع ده هيساعد على تطبيق الاستراتيجية ولا لا. تحديد فرق العمل اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية. هل احنا عندنا فرق عمل بتساعدنا على تطبيق الاستراتيجية اللي احنا بنوي اتخاذها ولا لا. تحديد التسهيلات اللازمة لتطبيق الاستراتيجية. هل الموارد متاحة ولا لا. هل الواجبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية بتساعد على التنفيذ ولا على العقب؟ ده لازم يبقى معروف. تحديد هل احنا بنحتاج لمركزية ولا مركزية في التنظيم. هل احنا محتاجين مرونة في العلاقات الرئاسية في الهيكل التنظيمي؟ هل احنا محتاجين تطويل عشان نساعد على تطبيق الاستراتيجية؟ هل احنا عندنا مهارات الكافية؟ هل معدة بشكل جيد؟ كل ده لازم نعرفه عشان يبقى أول خطوة تطبيق الاستراتيجية إن احنا نحلل وندرس الهيكل التنظيمي ونشوف الهيكل التنظيمي بتاعنا قادر على تنفيذ استراتيجية اللي تم صياغتها ولا لا. نظم المعلومات بتلعب دور قوي جدا في الاستراتيجية، في صناعة وتطبيق الاستراتيجية. لازم نعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية اللي هي بتوفرها تكنولوجيا المعلومات، وفي لازم يبقى فيه إبداع تكنولوجي، لازم يبقى فيه تحسين وكفاءة العمليات والأنشطة الداخلية المنظمة. كل ده هتوفره نظم المعلومات، يبقى هتساعدنا على تطبيق الاستراتيجية وتنفيذها بشكل إيه؟ بشكل جيد. مهم قوي كمان انه يبقى فيه اسلوب القيادة. اسلوب القيادة ازاي بيحفز الافراد وازاي بيساعدهم على اتخاذ القرارات وازاي بيخلي فيه تركيز في بيئة العمل مهم. مهارة التنظيم، القدرة على تطبيق على حل المشكلات التطبيقية من خلال تنظيم الافراد وتشجيعهم على الابداع والابتكار للتصدي للمشكلات الناتجة عن عملية التنفيذ الفعلي للاستراتيجيات. يعني لازم كمان يبقى فيه تشجيع الافراد على الابداع والابتكار وتشجيعهم على ايجاد حلول جديده عشان يبقى فيه تنفيذ فعلي للاستراتيجيه. يبقى القياده الاداريه مهمه قوي. القياده الاداريه تحافظ، القياده الاداريه توفر الامكانيات، القياده الاداريه توفر المناخ وبيئه العمل اللي تساعد على تطبيق الاستراتيجيه، وتدي فرصه للافراد ان هم يبتكروا، تدي فرصه للافراد ان هم يبدعوا عشان يبقى فيه تنفيذ جيد للاستراتيجيه.
آخر خطوة نعملها تقييم الاستراتيجية المنظمة، في مداخل لتقييم الاستراتيجية، في مدخل التحليل المالي بالنسب، وفي مدخل بيركز على القيمة المضافة اللي هو الفرق بين قيمة المبيعات وتكلفة المواد الأولية، وتقييم المدخل ده في تقييم كفاءة المنظمة الحالية ومستوى التكنولوجيا المستخدمة والقدرة التنافسية للمنظمة والثقافة التنظيمية. كل دي ايتكس، كل دي ابعاد، كل دي عناصر ممكن نلجأ ليها في عملية تقييم الاستراتيجية بتاعتنا. او مدخل الحديث بتاعت بطاقة الاداء المتوازن، يبقى دي مجموعة من الطرق اللي احنا ممكن نلجأ لها عشان نعمل عملية تقييم للاستراتيجية اللي بتطبقها المنظمة.